السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، معكم الأستاذ محمد زربان، مدرس مادة اللغة العربية الأكاديمية الجهوية العيون الساقية الحمراء ثانوية الإعدادية طارق بن زياد. مرحبا بكم في حصة أخرى من حصص اللغة العربية. حصة اليوم تندرج ضمن مكون القراءة الوظيفية، وهي الجزء الثاني من دراستكم لنص زرياب في الأندلس، الحصة الثانية. قبل بداية الحصة يستحسن أن نذكر بالأهداف المتوخاة من دراسة هذا المكون. تعلمون أننا دخلنا الآن إلى المجال الثقافي والفني، نحن في الوحدة السادسة، الأسبوع السادس والعشرون. فالكفايات المتوخاة من خلال هذه المرحلة وهي إكساب المتعلم رصيدا معرفيا يهم ظواهر ثقافية وفنية تمكنه من استيعاب دورها في الحفاظ على هويته وإغناء تجربته الشخصية والتفاعل إيجابيا مع الثقافات الأخرى. في هذه الحصة سيتم التركيز على الهدف النوعية للدرس المتمثل في إقدار المتعلم على استعمال أدوات وآليات القراءة المنهجية للنصوص واتباع خطواتها بشكل سليم ودقيق. لذلك نرى أنه من المستحسن أن نذكر بما سبق أن درستموه في الحصة الأولى بعجالة. تتذكرون هذه الصورة التي تجسد شخصية زرياب وهو يسافر عبر البحر من بلاد المشرق إلى بلاد المغرب الأقصى، وهناك صورة مصغرة في الأعلى تشير إلى شخصية زرياب وهو يحمل بين يديه آلة العود ويقوم بتقاسيم فنية. نبدأ بقراءة النص كي نقوم خلال هذه الحصة بتحليل مكوناته وعناصر النص. قبل أن نبدأ تحليل النص لا بد من الإشارة إلى نوعيته. سبق أن أشرنا في الحصة الماضية إلى أن هذا النص هو نص سردي، وذكرنا في حصص أخرى ماضية أن دراسة النصوص وتحليلها تعتمد بالدرجة الأولى على مراعاة خصوصيتها، بمعنى أننا سوف ندرس عناصر السرد داخل هذا النص. كان أبو الحسن علي بن نافع مولى للخليفة المهدي العباسي، ولسواد لونه وحلاوة شمائله لقبوه بزرياب تشبيها له بطائر أسود غرد يعرف عندهم بهذا الاسم. وقد تكاملت لزرياب كل أسباب النبوغ والتفوق، فكان شديد الذكاء لطيف الحس شاعرا فصيح الشعر، غير أنه كان إلى الغناء أميلا وبه أشغف، وقد درسه في كتب الأقدمين وعلى يد إسحاق الموصلية زعيم المغنين في ذلك الوقت. ولشدة افتتان زرياب بالموسيقى كان تفكيره فيها لا يكاد ينقطع، حتى إنه كان يلهم اللحن وهو نائم فيهب من نومه مسرعا ويدون ما وقع له، ثم يعود إلى مضجعه عجلا، ومن ثم حسب الناس أنه يأخذ ألحانه عن الجن. ويذكرون أن السبب في هجرة زرياب من المشرق إلى المغرب أنه غنى يوما في حضرة هارون الرشيد فأعجب الخليفة بفنه وظرفه، وطلب إلى إسحاق الموصلية أن يعنى به، ولكن إسحاق لم يلبث أن تحركت في صدره عوامل الغيرة والحسد والحقد على تلميذه، فخلى به وسأله البقاء ببغداد، ومن ثم تعريض حياته للهلاك أو الذهاب في أرض الله فينجو بحياته. وعد إسحاق زرياب إذا اختار ثاني الأمرين أن يعينه على الرحيل عن المشرق بأسره، ووفى له إسحاق بما وعده به من المعونة. خرج زرياب ميمما وجهه شطر المغرب الأقصى، وهنا كتب إلى الحكم بن هشام أمير الأندلس المعروف بحبه للموسيقى يستأذنه في دخول الأندلس والذهاب إليه،
فأذن له الأمير في ذلك من فوره، وعبر زرياب البحر إلى الأندلس. وبينما هو يتأهب للرحيل إلى قرطبة إذ سمع بوفاة الحكم، فهم أن يعود أدراجه إلى المغرب، لولا أن كتب إليه الأمير الجليد عبد الرحمن الأوسط يستقدمه ويعده أن يعطيه كل ما تصبو إليه نفسه من مال وجاه. فقدم عليه زرياب، ويروون أن عبد الرحمن احتفل لمقدمه أعظم احتفال، إذ خرج بنفسه من قرطبة للقائه، وما إن سمع غناءه وحديثه حتى شغف به وغمره بفضله، ومنحه كثيرا من المال وقدمه على سائر المغنين. وبلغ من شدة شغفه به أن جعل في قصره بابا خاصا يستدعيه منه كلما أحب سماع غنائه وحديثه العذب الطريف. وقد قابل زرياب النعمة بمثلها، وجزى المعروف بالمعروف، ولكنه قصد إلى ذلك من طريق غير مباشر، قصد إليه من طريق النصح والإخلاص للأندلس التي أصبحت له وطنا، ولأهلها الذين أصبحوا أهلا له ومعشرا. فعكف على رفع مستوى الموسيقى الأندلسية، وعلى النهوض بالمجتمع الأندلسي حتى يداني المجتمع الشرقي ببغداد، وقد وفق فيما قصد إليه كل التوفيق. بعد إعادة قراءتنا للنص سوف نشرع في تحليله من خلال المقاطع السردية. سبق أن أشرنا في حصة سابقة إلى أن عناصر السرد تعتمد على بناء محكم، وهذا البناء هو ما جسدناه من خلال هذا الجدول. فلا بد من وجود وضعية بدئية أو ما يسمى بمرحلة الاستهلال، ثم عمليات التحول التي تضم الحدث المحرك فالعقدة فالحل ثم الوضعية النهائية. إذن من خلال إعادة قراءتنا لهذا النص سنحاول أن نعبئ خانات هذا الجدول المجسد لبناء النص وهندسته. تتمثل الوضعية البدئية في نبوغ وتفوق وذكاء أبي الحسن بن رافع زرياب في مجال الشعر، وشغفه وحبه للغناء والطرب وبراعته في ذلك. إلى هنا تبدو الأمور عادية، لكن سيحصل هناك حدث محرك أو محول هو الذي سيغير من مجرى هذه الأحداث وسيؤدي إلى تعقيدها. هذا الحدث المحرك يتمثل في غيرة إسحاق الموصلي وحقده على تلميذه زرياب، نظرا لحظوته ومكانته عند الخليفة هارون الرشيد خاصة. وكلنا يعلم أن هارون الرشيد أبرز خلفاء العصر العباسي كان مولوعا بالفن والشعر والأدب، وعرفت الخلافة في عصره ازدهارا خاصة في المجال الثقافي. العقدة تتمثل العقدة وهي المشكلة في النص السردي، تتمثل في تهديد إسحاق الموصلي لزرياب إما بهلاكه أو مغادرته بلاد المشرق إلى بلاد المغرب، وأنه سيساعده في مغادرته للبلاد. فرأى زرياب أن الحل من هذه العقدة أو الخروج من هذا المأزق الذي تسبب فيه أستاذه إسحاق الموصلي هو سفره إلى بلاد الأندلس، حيث لاقى هناك احتفالا وترحيبا من طرف عبد الرحمن الأوسط الذي عني به واعتنى بكل ما يحتاجه زرياب ماديا ومعنويا، إلى درجة أنه خرج لاستقباله. هناك كانت نهاية هذه القصة نهاية سعيدة، حيث اجتهد زرياب في المجال الموسيقي وأظهر براعته في إبداع ألحان جديدة مبتكرة رفعت مستوى الموسيقى الأندلسية. إذن بصفة عامة حاولنا أن نعيد تلخيص أحداث النص وفق بناء السرد، وفق بناء عناصره. لننتقل الآن إلى العنصر الموالي، وهو ما يسمى بفضاء النص. فضاء النص يتكون من أزمنة وأمكنة. الزمن في النص وقعت أحداث النص في عهد الخليفة هارون الرشيد، يعني الخلافة العباسية في المشرق.
وفي عهد أيضا عبد الرحمن الأوسط الذي كان يحكم بلاد الأندلس وبالضبط في قرطبة. وللمعلومات فإن قرطبة كانت قطبا ثقافيا وأدبيا معروفا في بلاد الأندلس، فقد كانت تلقب بدار العلوم، وهي التي قال فيها الشاعر أبو البقاء الرندي: وقرطبة دار العلوم فكم من عالم فيها قد سما له شان. فمن لم يدرس في قرطبة فكأنه لم يتلقى علما ولا ثقافة ولا أدبا. الأمكنة في النص نجده من خلال النص الذي قرأناه وأعدنا قراءته أنها أمكنة متعددة. يمكننا أن نقوم بمسح آخر للنص بسرعة لاستخراج أهم الأمكنة الموجودة في النص. سنجد أنها متعددة. يمكننا أن نقف عند مثلا منطقة الموصل، منطقة الموصل أو بغداد. نقول بغداد إذن هي متعددة ومتنوعة. بغداد بلاد المشرق، بلاد المغرب الأقصى، أو حينما طلب منه أستاذه أن يذهب إلى أرض الله، أرض الله كما جاء في النص. قرطبة إلى غير ذلك. بلاد الأندلس، قرطبة توجد في بلاد الأندلس. إذن أمكنة متعددة. فحينما وجدنا هذه الأمكنة متعددة في النص ووظفها الكاتب بطريقة محكمة، يعني أن زرياب كان كثير التنقل من بلد إلى بلد، والسبب في ذلك هو أولا خوفه من أستاذه، وثانيا هو رغبته في إظهار موهبته إلى أكبر عدد ممكن من الناس. إذن يلاحظ كثرة الأمكنة في النص، مما يشير إلى أن زرياب كان كثير التنقل رغبة منه في إبراز موهبته في الغناء والموسيقى إلى أكبر عدد من الناس. لننتقل الآن إلى عنصر أساسي من عناصر السرد، وهو الشخصيات أو شخصيات النص. طبيعة الحال لا يكفي أن نذكر شخصيات النص هكذا بشكل عجل، بل لا بد من تحديد بعض صفات هذه الشخصيات وتوضيح طبيعة العلاقة التي تربط بينها. فالشخصيات في النص السردي إما أن تكون علاقة بينها علاقة تعاون، علاقة مساندة، الكل يساعد الآخر، أو أن تكون علاقة صراع، مثل ما سنجد بين شخصية إسحاق الموصلي وبين تلميذه زرياب. نعم، الشخصيات وصفاتها. نبدأ بالشخصية الأولى وهي شخصية الحسن بن المهدي، وهو أحد خلفاء في العصر العباسي، أحد الخلفاء ويضاف إليه أيضا شخصية أخرى وهي شخصية هارون الرشيد، وهو أيضا شخصية بارزة في العصر العباسي، إلا أن الشخصية الرئيسية في النص هي شخصية زرياب.
كان من المفروض أن نبدأ بها، ولكن لا بأس نشير إلى أنها الشخصية الرئيسية والمحورية في النص. من بعض صفاته كان أسود اللون، هنا المظاهر الخارجية، على مستوى الأخلاق كان دمث الأخلاق، بمعنى يتصف بمكارمها، يعني كان حسن الخلق، فنان بارع، أحب الغناء والموسيقى حبا جنونيا. ولقد لاحظنا في النص أن الساكنة كانوا يعتبرون أن الألحان التي كان يقدمها زرياب إنما هي من الجن، لاحظوا معي، ومن ثم حسب الناس أنه يأخذ ألحانه عن الجن نظرا لروعتها وقوة تأثيرها في النفس البشرية، فقد كان فنانا يحسب له ألف حساب، وهذا ما جعل أستاذه إسحاق الموصلي يحقد عليه، وربما كان يكيد له المكائد، وربما قد ندم حينما قدمه لهارون الرشيد. فسيسافر زرياب إلى بلاد الأندلس، وهنا تجدون في الأنشطة التي اقترحناها عليكم هذه الحصة ما هي الأسباب التي جعلت زرياب متفوقا في فنه. فلا يمكن للفنان أن يكون متفوقا في مجاله إلا إذا أحبه، فالإنسان الذي يحب مجالا لا بد أن يبذل فيه مجهودا ويتفوق بل ويتميز فيه. لماذا وفى إسحاق بما وعد به زرياب؟ وإسحاق هو أستاذ زرياب في الموسيقى. نعم، يمكننا أن نقترح الجواب من خلال قراءتنا للنص، لأن إسحاق الموصلي خاف على مكانته وحظوته عند الخلفاء، فزرياب ربما أكثر منه تفوقا، رغم أنه تتلمذ على يد أستاذه إسحاق، لكنه هناك خصائص ومواصفات تجعله يتميز عن أستاذه، وهذا ما فطن إليه إسحاق الموصلي وجعله يبعده إلى درجة الإكراه على الإبعاد. على ما يدل احتفال عبد الرحمن الأوسط بقدوم زرياب؟ إذن عبد الرحمن الأوسط هو أحد الخلفاء وحاكم منطقة قرطبة، استقبل زرياب بالأندلس استقبالا باهرا عظيما، وذلك يدل على أن عبد الرحمن الأوسط هذا هو عاشق للفن، محب للأدباء ولكل ما هو ثقافي وفني، فوجد في تكريم زرياب فرصة لتكريم كل الفنانين بالأندلس، الأمر الذي سيشجع زرياب للقيام بمجهودات كبيرة ومضنية لإبراز فنه بل والتفوق في هذا المجال، إلى درجة أن رفع مستوى الفن الأندلسي إلى القمة. ما الذي يدل على تقديم عبد الرحمن لزرياب على بقية المغنين؟ إذا عدنا للنص نجد أن الذي جعله كذلك هو تميز زرياب عن بقية الفنانين، فهناك الفنان العادي بل وهناك الفنان المبدع كما سنرى في العديد من النصوص المقبلة. ما الذي ساعد زرياب على نجاحه في الأندلس؟ إذا أعدنا قراءة النص نكتشف الذي ساعد زرياب على نجاحه في الأندلس، أولا أنه أصبحت الظروف مساعدة مهيئة للبحث والاطلاع والدراسة، فزرياب شغوف بالبحث والدراسة، ولقد قرأنا أنه كان يبحث في كتب الأقدمين عن الأسس الغناء والطرب، فهو شغوف بالقراءة من مصادرها، فهو درس الموسيقى من مصادرها. أذكر من النص ما يدل أو ما يقابل هذه القولة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا عدنا إلى المقطع الأخير سنجد وقد قابل زرياب النعمة بمثلها وجزى المعروف بالمعروف، ولكنه قصد إلى ذلك من طريق غير مباشر، فبما أن عبد الرحمن الأوسط أكرمه فهو أراد أن يبرهن
على أنه يستحق هذا الإكرام ويستحق هذا التعظيم الذي حظي به، وهذه الحظوة التي تقلدها والتي جعلته يحظى بمكانة مرموقة في بلاد الأندلس. شخصية أو سنلاحظ شخصية إسحاق الموصلي. إذن كما جاء في الشرح هو أستاذ زرياب في الموسيقى والغناء، وهو من أشهر المغنين في العصر العباسي، لكنه يحقد على تلميذه زرياب ويحسده على المكانة التي وصل إليها، خاصة حظوته لدى الحكام. ويمكننا أن نناقش هنا علاقة الأستاذ بتلميذه، فكثيرا ما يتفوق بعض التلاميذ على أساتذتهم، ولكن لا ننسى من علمونا، فهو الذي علمه، لكن زرياب لم ينسى هذا الجميل وهذا المعروف، فرضخ لي رغبة أستاذه إسحاق الموصلي. ثم ننتقل بعد ذلك إلى أهم الألفاظ والعبارات التي تدل على المجال الذي ينتمي إليه النص. وكما سبق أن شرحنا، فالنص في الوحدة السادسة بمعنى المجال، أننا بصدد المجال الفني والثقافي. يمكننا أن نستخرج بعض العبارات التي تندرج ضمن المجال الفني والثقافي: غارد، شاعرا، فصيحة الشعر، درس في كتب الأقدمين، الموسيقى الأندلسية. أرجو أن تعتنوا بهذا الجزء من عناصر التحليل، فقد يطلب منكم في الوضعيات التقويمية استخراج بعض الألفاظ التي تدل على المجال الذي ينتمي إليه النص، وتفوقكم في ذلك راهن بحسن قراءتكم للنص واستيعابكم لمضامينه. ننتقل الآن إلى أهم قيمة ركز عليها الكاتب في هذا النص، أهم قيمة، أو نقول القيمة البارزة في النص. طبيعة الحال القيمة لها علاقة بالمجال الفني الثقافي، وهي حب زرياب للغناء والفن وتفوقه فيه. وبذلك وكأن الكاتب يدعونا إلى أن الإنسان الذي يحب مجالا معينا وهي قيمة إيجابية لا بد أن يبذل مجهودا فيه، وهو المغزى من النص، أو بعبارة أخرى مقصدية الكاتب، وهي المتمثلة في ضرورة بذل الجهد لتحقيق المساعي بل والتميز في مجال معين. نحن هنا نتحدث عن المجال الثقافي والفني، لنصل في نهاية الأمر إلى المرحلة الأساسية وهي التركيب. في مرحلة التركيب نلملم ونجمع كل ما ناقشناه من عناصر في الحصة الأولى وفي الحصة الثانية. نلخص، يحكي الكاتب قصة زرياب مع أستاذه إسحاق الموصلي
الذي أرغمه على السفر بعيدا، لكنه أي زرياب استغل الفرصة للاجتهاد والمثابرة للتميز في مجال الموسيقى إلى أن ذاع صيته في بلاد الأندلس. والمهم في مرحلة التركيب أن نصوغه بأساليبنا الخاصة، وهذا هو الأساس من النصوص القرائية أو من النصوص التعبيرية، أن نجمع كل ما درسناه في بأساليبنا الخاصة، وبذلك ننهي دراسة هذا النص. وموعدنا مع حصة أخرى من حصص اللغة العربية، وشكرا على انتباهكم.